كيف كتشوف اخويا، حنا اليوم في الزنقه، هذا اليوم الخامس لنا في الشارع، هذا اليوم الخامس لنا في المبات في الزنقه في التشريد، اليوم الخامس لنا بسبب يوم الخميس نهار مع العشرة جاو لينا ريبو لينا دارنا، ريبو لينا البراكه، البراكه فين كنا كنسكنوا، البراكه فاش كنا مجموعين اللي كانت اللي كتعدى الميطه ديالها الا 2 متر في الطول و2 متر في العرض. هادشي اللي كتشوف اخويا هي حالتنا اليوم. شردونا دوك الناس اخويا، جاو لينا ريبو لينا دارنا، دخلوا لنا بالقوه، دخلوا لنا بالعنف، وداو لينا حوايجنا، حتى حاجه ما خلاوها لينا اخويا. شردونا في الزنقه وشردونا في الشارع، وكنتهددوا، كنا كنتهددوا قبل هذا الافراق، كنا كنتهددوا كل نهار كل صباح، مفوضين قضائيين كل صباح، سلطات كل صباح كنتهددوا بافراق. ويوم الخميس تم تنفيذ الافراق مع العشرة صباحا، تم اخراجنا وطردنا من دارنا. خرجوا لينا اخويا الناس، ما خلونا نقراو، ما خلانا نعيشوا كيف الناس. من نقطة الفروض كانوا عندي امتحانات نهار الخميس، كانوا عندي امتحانات نقطة الفروض مع الصباح، ما مشيتش اليوم بسبب هذا الشيء. ضيعوا لينا في قرايتنا، بغينا نقراو، بغينا نوصلوا، ما بغيناش نضيعوا، ما بغيناش نتشردوا في الشارع، ما بغيتش نضيع في قرايتي، بغيت حقي في السكن، بغيت حقي في العيش الكريم، بغيت سكن لائق، بغيت انا نعيش، ماشي انكم تدخلوا وتشردونا للزنقه بدا شي تعويض لا شي سكن اخر. بغينا ندوزوا الطريق، حنا ماشي ضد تهيئه زناته، حنا ماشي ضد ان البلاد ورد الزهر، حنا مع هذا الشيء، لكن ماشي على دموعنا، ماشي على تشريدنا. انا من 16 اونز وفي نصاصات الليل كنخرج للشارع، في نصاصات الليل وانا في الزنقه، في نصاصات الليل وانا في التشريد، في نصاصات الليل وانا في الشارع مع دياب ديال الشوارع، وانا في الزنقه من 16 اونز، وعندي اختي عندها 15 عام، كاين اختي عندها 6 سنين، كاين خويا عنده 8 سنين، وخويا عنده 19 عام. هاد المده عنده امتحانات، عنده امتحانات في شهر واحد، فهاد المده كان خاصو يحفظ الامتحانات ديال هو جالس، وحنا مانكين على الفروض ديالنا، ضايعين في حياتنا، وحنا مشردين بحال هكا. هاد المنطقه اللي كتشوف هي اللي عندنا، هي اللي جابوا لينا الناس، هي باش كنتغطاو، هي باش كنبقاو هنا في البرد وفي الشتاء. مرضنا اخويا، مرضنا بالبرد. ما اخويا هاد الحاله اللي داروا فيها هاد الناس راه حرام اخويا. هاد الناس شردونا داخلين لينا بالقوه وبالعنف، وداو لينا حوايجنا. فين هما حقوق المراه اللي كتدعي بلي كاينه؟ فين هو حقوق الانسان اللي كتدعي بلي كاينه؟ فينا هما؟ ما شفنا والو، ما شفنا حتى شي حاجه. حنا في هذا البرد وفي هذا الشتاء، وما كاين اللي كيشوف فينا ولا كيشوف في حالتنا لحد الان. وحنا في هذه الحاله ديال اليوم الخامس لنا في التشريد، اليوم الخامس لنا في الزنقه. خويا كنطالب من جلالة الملك محمد السادس الله ينصره، يشوف من حالنا، يشوف من حال الشعب ديالو اللي كيضيع، يشوف من حال هاد الناس هاد الوجوه البريئة اللي كتشوف قدامه. السنين هادي عندها السنين وخارجة الشارع، شنو غتقول ملي تكون عندها 18 عام وتلقى راسها كبرت في الزنقة؟ شنو غتكون؟ بغيتو ناس للتجنيد، بغيتو ناس يحاربوا الوطن؟ هذا دابا 7 سنين شاف هاد الشيء، 7 سنين شاف هاد الحالة، 7 سنين وهو خارج الزنقة، 7 سنين وهو ضيع على قرايته، كيسول فيا، فين هي التربية على المواطنة؟ كتربونا على التربيه المواطنه، واعطيوها لنا، وريونا الحقوق، ماشي تخرجوا فينا شباب حاقدين، ماشي تخرجونا فينا الكره، وتربيونا على اننا. هذا الشيء اللي كيدعي الى الهجره اللي كيشوفوا، اللي كيموتوا فيها الاناس، الملايين ديال بنادم كتموت كل نهار الهجره. هذا الشيء هو اللي كيخلينا، نكرهوا، هذا الشيء هو اللي كيخلينا ما كنشوفوا حتى شي حاجه، ما كنشوفوا لا حقوق لا حتى شي حاجه، ما وصلنا والو. حقوق المراه اللي كتدعيوا باللي كاينه، حقوق الطفل، ما تقيسش ولدي، فين هي؟ دونت توش مي، ما تقيسنيش، ما تدخلش ليا لداري وتخرجني من داري وتشردني، باش من حق؟ شنو ذنبي انا؟ شنو ذنبي انني نخرج نضيع؟ شنو ذنبي انك تضيعني في قرايتي؟ شنو ذنبي؟ كنطالب من هذوك المسؤولين اللي جاو لينا، اللي خرجونا في الزنقه، خرجونا في الشارع، هما بايتين في ديورهم، هما مغطين، هما ناعسين، هما معشين، والفقراء كتضيع، الفقراء كتضيع حياتنا. حنا راه عيينا من هذا الشيء كل نهار عباد الله، كل نهار وناس كتخرج للزنقه، كل نهار وناس كتشرد. غير الفقراء، غير المساكين، هذا ظلم، هذا احتقار هاد الوجوه، هذا احتقار لينا في بلادنا، في وطننا. ما كنطالبوش شي حاجه، ماشي لاجئين في بلاد اخرى، حنا في بلادنا وفي ارضنا، وعندنا جنسيه مغربيه، عندنا وطن، في الوطن ديالنا وفي بلادنا، كنطالبوا غير بحقنا. فصل 31 في القانون، في الدستور، كيعطي لكل شخص يتمتع بالسكن ديالو اللائق. حنا هذا الفيديو بغيته يوصل لجلاله الملك محمد السادس والمحسنين، المحسنين اللي شاف هذا الفيديو، اعتقنا، انقذنا من التشرد، انقذنا في الضياع، انقذنا من هذه الحاله اللي حنا فيها. راه غير ام وحده عندنا، غير ام خدامه ب 6000 ريال للسيمانه، 6000 ريال للسيمانه باش كتخدم، هازه خمسه الوليدات هازه لهم مصاريف مدرستهم، خمسه الوليدات كتصرف عليهم، وحنا صاب
صابرين صابرين. كانت عندنا جوج متر في الدار وصابرين فيها، وكان كافح وكنقرا، كنمشي نقرا بصندارة الميكا في المدرسة، كنمشي نقرا بها قدام الناس عادي، كنت باغا نقرا، بغيت نوصل، بغيت نحارب هذا الشيء، ما بغيتش نضيع، ما بغيتش نضيع في قرايتي، ما بغيتش نضيع في حياتي. خويا كنطالب من محسنين قال لي توصل بهذا الفيديو، او لانه شاف علينا شي خبر او توصل يعتقونا، ينقدونا، ينقدونا من الشارع. ما بغيتش نضيع، ما بغيتش اخويا نضيع، بغيت نقرا، بغيت حتى انا نوصل، بغيت حتى انا نعيش ونكون كبرت في وطن امن وسليم. ما بغيتش نكبرونا حاقده وانا كبيره في الشارع او نتعرض لحوايج خايبين. حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.